تضيع بسهولة من عبد الله مصطفى. هجمة للكويت خطيرة 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 علي عبد القادر، ويعود الكويت للتقدم. يعود نادي الكويت للتقدم 11-10 بعد ما كان العربي 10-8. تنخطف من لاعب الكويت عبد القادر، وهدف. أخطاء العربي سريعة متكررة يستفيد منها تماما نادي الكويت بالهجوم العكسي. شوف خطأ بالتمرير على طول علي عبد القادر، تمرير غير موفق. هجمة عكسية علي عبد القادر وهدف. كرات يعني فيها استعجال من سالم محبوب، تنخطف من لاعب الكويت وعلى طول هدف. 13 الكويت 12 العربي، 13 الكويت 12 العربي، وباقي دقيقتين. طه تصويب لعلي عبد القادر ومن شباك العربي، شباك العربي 22-22. شوف تقاطع جميل، ثلاثية كويتاوية ليعود الكويت. سيسجل هدف، سيسجل هدف الكويت، سجل هدف. هذا الكلام مش معقول. العربي ناقص لاعب، اثنين من اللاعبين، وسلمان الشمالي يصوب من مسافة 15 متر بصورة مش صحيح، وصورة استعجال لا مبرر له. تمليل ضويحي، ماذا لدى الضويحي؟ تنخطف وتعود علي عبد القادر، علي عبد القادر.